لو باسيون الى جا يقدر يجي في الطاكسي ولا يقدر يجي بار لومبيرونس ما عنده والو داكشي كيتلقاو يمشي معاه لا فوا ديال الزيزو ايزولي على لي مرض ديالك كتحطو اون اتونت في لا سال داتونت ايزولي على لي مرض ديالك ايتي لو ديبلاسمون دي جون اي سورشارج دي دابا حنايا في هاد لي كاي يلاه انفونتي ايزولي في لا فاز ان نقدر نجيبو لوسبيتاليزي واحد. كنشكر الموقع ديال ناظور سيتي على هذه الاستضافه، ودائما كان كيشاركنا في هذه الحملات ديال التوعيه اللي كنديروها حنا الاطباء والممرضين والاعوان بالنسبه للساكنه وبالنسبه لسميتو بالنسبه للقطاع ديال الناس ديال الصحه. في هاد الامسيه هذه في هاد النهار هذا كان اللقاء مع الاطباء ديال القطاع الحر، وكان حضر معنا سميتو الرئيس الدكتور اغودان، وكان اللقاء ناجح وتطرقنا الموضوع ديال كورونا في المراحل ديالو وشنو هما الاساليب اللي خصنا نتبعوهم باش نحاربوا هاد المرض، وهضرنا على الاستراتيجيه ديال وزاره الصحه اللي فيها ثلاثة ديال المحاور اللي ذكرتهم شحال هذه. المحور الأول وهو السيركوي ديال ديزولمون، المحور الثاني وهي شنو هي وزارة الصحة وشنو ديك المواد اللي كتعطينا ديال الوقاية والهيجيان وكيفاش نحاربوا هذا المرض هذا، ولا استراتيجية ديال الدواء اللي خصنا نتبعوها. وفي المرحلة لاكس الثالث أو المحور الثالث هضرنا على لا سونسيبيليزاسيون ولا فورماسيون ديال لو بيرسونال، هي اللي درناها واللي كان ناجح. طرقنا بزاف ديال المشاكل اللي نقدر القطاع الصحة في الحر يلاقيها في حالة إلا جا عنده المريض اللي عنده العلامات ديال هاد كورونا، اش خصو يدير؟ كيعلم السبيطار لا سيل دو في، كتقدر تجي عنده لومبيلونس حتى الكابيني ديالو وتديه بلا ما يشيرك في الطاكسي، يقدر يعادي الناس. وكاين كاين كاين التواصل الحمد لله كان مزيان، وكان اللقاء اللي هو ممتاز والحمد لله زعما استفدنا مزيان من هذا اللقاء هذا. وهذا فيما يتعلق بهذا الوباء كورونا، هذا الوباء اللعين، في إطار الجهود التي تقوم بها هيئة الأطباء الجهة الشرقية بجنب إلى جنب مكتب هذه النقابة، نقابة أطباء القطاع الحر، بكل مسؤولية وبكامل ثقة في النفس وروح المواطنة التي تعتبر تعقيما ضد كل المضاعفات، ونحن دائما في خدمة المجتمع المدني. ساكنة الناظور بجنب إخواننا وزملاؤنا وزميلاتنا في القطاع الحمومي، نقاوم ونتحدى بإمكانياتنا كل هذا ما يصدر عن هذا المرض. في لكي أكون مختصرا في كلامي، أن مكتب نقابة أطباء القطاع الحر يهيب تكثيف يهيب بأطباء بتكثيف الجهود التي يقوم بها الأطباء والالتزام بضمان استمرار الخدمة الطبية أكان في العيادات والمصحات الخاصة طبقا لمقتضيات معتمدة قانونيا. نحن دائما في خدمة الجميع، في خدمة هذا الوطن، في خدمة هذه الساكنة ناظور، في خدمة المواطنين، في خدمة كل من يشتكي ويتعرض لأي أذى صحي. فأشكر جميع الإخوان، جميع الزملاء، جميع الأطباء، الطبيبات، وخاصة زملائنا الذين ضيفونا إلى هذه اللقاء ليعطونا درس وتكوينا في هذا المرض، مرض كورونا. نشكرهم بنيابة عن الجميع، نيابة عن جميع الأطباء، في مقدمها الدكتور منتصر ليستقبل بكل حفاوة ويشتغل بكل جهد
لا أقول 24 ساعة لا 24 ساعة، ولكن كل إمكانياته مجهوداته بكل إمكانياته ومعلوماته وتعاليمه أن يضيف أشياء لمعرفتنا نحن كاتباء القتال الحر. طبعا أشكر الجميع، أكان الصحافة المحلية، أكان السلطة المحلية، أكان لإخواننا، أكان الجمعيات لسندون ويساندون أن نواجه هذا الوباء. فكونوا على يقظة، كونوا وابقوا في دوركم ما يقال يتردد، وشكراً.